ومن أخطر الشبهات التي نشروا بها الإلحاد في العالم ما تسمى بنظرية داروين التي وضعها في هذا الكتاب، ده كتاب داروين ذاته، وسماه بأصل الأنواع. والكتاب ده الأيام دي هم بيوزعوه في السوق كثير، كان ما في معرفة جو منه، بقى منتشر الأيام دي بالذات. النظرية دي من أكثر النظريات في العصر الحديث أصلت لي يا جماعة الإلحاد. طيب، وخلاصة النظرية إنه الأنواع دي الحيوانات والبشر وكلها اتطورت من بعض، اتطورت من بعض، ولما جاء الإنسان بالذات قال في صفحة 32 في مقدمة الكتاب، قال إنه الإنسان ده أصلاً اتطور من قرد. يعني الإنسان تعريفه شنو عند الملاحدة والشيوعيين؟ تعريفه إنه قرد متطور، ده الإنسان. أي زول فيكم قرد متطور؟ بس في الصفحة 32 قال: أين نشأ الإنسان؟ ذلك أمر لا يزال موضع شك عند العلماء. هو موضوع مشكوك فيه ويكون صح كيف؟ هو مشكوك فيه ويكون صح كيف؟ طيب، موضع شك عند العلماء، ولكن الواقع إن أوائل البشر لم يكونوا على صورة الإنسان الحالي، بل كانوا أكثر مشابهة للقردة العليا كالغزلة والشمزة والأرطان منهم للإنسان الحديث. يعني كان بيجيبوا القرود دي بأنواع الثلاثة دي أكثر من شبههم للإنسان الحديث. والكلام ده أصلوا له طوال الشيوعيين شالوه، لأنه الشيوعيين رأسهم فاضي، لقوا النظرية دي وأصل له إنجلس في هذا الكتاب اسمه دور العمل في تحول القرد إلى إنسان. قال: منذ عدة مئات الآلاف من السنين في حقبة لا يزال يستحيل تحديدها بدقة، في حقبة من هذا العهد من تطور الأرض الذي يسميه الجيولوجيون العهد التكويني الثالثي، ومن المحتمل في نهايته، كل محتمل وما وفي شك ونظن كذا، ما في حاجة مقطوعة، كان يعيش في مكان ما. طيب انت ما عرفت المكان، عرفت اللي بيعيشوا فيه كيف؟ قال: كان يعيش في مكان ما من المنطقة الاستوائية، وأغلب الظن في قارة شاسعة، شو برضو ظن، برضو ظن في قارة شاسعة تغمرها اليوم مياه المحيط الهندي، جنس من القرود أشبه ما يكون إلى الإنسان. إشباهكم شبه شديد، ده عند الشيوعيين ما عندنا. طيب، هسه بعد الكلام ده زول يبقى شيوعي عليك الله؟ في تابع محمد هاشم الخطيب ولا نقد ولا غيرهم، الأحياء والأموات، في تابع دين؟ ده دينهم يا جماعة، ده فكرهم. هو يجي يتكلم لك يتفاصح يقول لك طبعا الإسلام ده أخر الناس، ونحن طبعا ناس العلم والتطور. أهو ده تطورك إنك كنت قرد؟ طيب، قال: وبلغت درجة عالية جدا من التطور، وقد أعطانا داروين. أهو ده الرسوم من هنا، أهو ده داروين، ده جابوه من هنا. ولقد أعطانا داروين وصفا تغريبيا عن هذه القرود التي كانت التي كانت أجدادنا. القرود دي كانت أجدادكم. والكلام ده خطير يا جماعة، لأنه في ناس جدهم النبي صحيح بس صح، أها كان كيف يعني؟ طيب، التي كانت أجدادنا، فقد كان الشعر يكسو جلدها بكليته ولها لحى عند دقون، وآذانها مقرنة، وكانت تعيش قطعانا على الأشجار، وبتأثير من نمط حياتها الذي يتطلب أن تقوم الأيدي عند التسلق بوظائف غير وظائف الأرجل. وأغلب الظن أن هذا هو السبب الأول شرعت هذه القرود تفقد عادة الاعتماد على أيديها للمشي على الأرض، واتخذت أكثر فأكثر مشية عمودية، وهكذا تمت الخطوة الحاسمة للانتقال من القرد إلى إنسان. يا هذا كلام فارغ ساكت يا أخي. الناس أول حاجة، الإنسان ما خلق من قرد، خلق من طين. قال تعالى: الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين، ما من قرد. وقال الله سبحانه وتعالى في آيات كثيرة في من طين لازب، لازب يعني قوي، يعني زي الحجر يعني، خلاص.
ومن صلصال كالفخار. فده الإنسان خلق من طين، ما خلق من قرد. يبقى النظرية دي غرضها شنو؟ غرضها إنه تبين إنه كلام ربنا أول شيء ده كله ما صحيح. ده أول حاجة داري يبينوها الشيوعيين والداروينيين ده، نمرة واحد. نمرة اثنين، الإنسان ده ما خلقه خالق، إنما كان أصلاً في قرد قاعد بس، بعد ذاك اتطور كيف 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 بقى إنسان، ما في خالق خلقه. عشان كده الداروينيين والشيوعيين والاعتقاد والعقائد بينكروا وجود الله تماماً، كما قال لينين في الصفحة 37 من كتاب الثورة هذا والكتاب، قال: وبهذا الصدد نقول بالطبع أننا لا نؤمن بالله. في النهاية ده الدرس إلى الإلحاد. طيب، في نظرية أيضاً باطلة أنبه بها أنبه عليها من باب الشيء بالشيء يذكر، وهي جارية على ألسنة كثير جداً من المسلمين بل المتعلمين إلا من رحم، وهي إن المادة لا تفنى ولا تستحدث من العدم. قاعدة باطلة، قاعدة باطلة، لأنه أي شيء في الدنيا دي بيفنى، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. الجزء الثاني برضو باطل، ولا تستحدث من العدم. العالم كان عدم، كان عدم، والإنسان كان عدم، وكل المخلوقات كانت عدم، والمادة اللي بيتكلموا عنها دي بأي تعريف كانت عدم. ربنا سبحانه وتعالى أوجد من العدم بعد أن كانت عدماً. والقاعدة العقلية تقول أن كل ما يجوز له أن يعدم فإنه يجوز له في بداية وجوده أن يكون عدماً. هو ماشي ينتهي، لأن العالم ده حينتهي بقيام القيامة كما قال الله سبحانه وتعالى. فطالما بنتهي معناته برضو كان شنو؟ ممكن يكون كان منتهي، ده بس بالعقل. أما الآيات من القرآن، الأحاديث من السنة، عندكم معلومة.